بعدما تناولت وسائل أعلام تركية قضية محمد وجنى الوالدان اللبنانيان اللذان اختفى طفلهما من المستشفى بعد الولادة في تركيا، سعى الزوجان لطرح القضية في لبنان ولجأوا إلى قناة الجديد. دكتور بيقول لي إنه نبض القلب تاع البيبي كتير خفيف، بيقوم المستشفى بيرفض يستقبلنا قبل ما أعطيه 4000 ليرة تركي، وبيقول لي إنه قلب الولد تبعه وقف، البوليس وقف معنا كتير والإسعاف وقف معنا، وصلنا المستشفى ومضوا المستشفى إنه لازم يستقبلونا لو شو ما صار، إتس إن إمرجنسي كيس. قد ما قالكم المستشفى سيئة قالوا لي أسوأ، ما في جنس الإنسانية، ما في جنس الرحمة، ولدت لحالي من بعد معاناة كتير طويلة، بيجي لأسحب البيبي ما بيخلوني أدقره بمئة ألف ترجاية لخلوني دق لزوجي بس ليجي زوجي يشوف ابنه اللي عساس بالأول مشخصينه بنت من أول ما حبلت. تساؤلات وشكوك عدة راودت الأسرة، خصوصا بعد رفض المستشفى أخذ مستحقاته المالية ورفض تسليمهما المولود. طلعت من المستشفى طلبتهم بفاتورة ادفع لهم حقهم، بيقوموا بيقولوا لي ما في فاتورة، فاتورة مسكرة، وتعوا تاني نهار تشوفوا ابنكم. تاني نهار جيت ما في فاتورة، ما بيعرفوا وين ابني لا بالإمام ولا بالنيكيو ولا بالمورج ولا بمحل، منو المستشفى نهائيا، مختفي الصبي. ابني وين؟ أنا رافع دعوة على المستشفى، المحكمة وقفت معنا بصفنا، المحامي وقف معنا على الآخر. فرضيات عدة تطرح، فما الرأي القانوني في حادث كهذا؟ الفرضية الأولى هي الإتجار بالأعضاء، الأعضاء البشرية للطفل، وهذا أمر صعب يكون متحقق، لكن ما فيك تستبعد أي فرضية أي بيست بالتحقيق. الفرضية الثانية المحتملة هي الإتجار بالأطفال، وهذا نوع من التجارة الرائجة للأسف، وهو من الجرائم المنظمة دوليا وبتصير عابرة للحدود، وبالتالي هذه جريمة نعم يعاقب عليها القانون المحلي، لكن أيضا هي موضوع تعاون دولي، وبالتالي أي تحقيق ممكن يفتح ممكن يوصل إلى مساعدة دولية. أنه اليوم السلطات اللبنانية إن كان وزارة العدل إن كان الأجهزة القضائية الأخرى والأمنية المختصة أنها تراسل نظيراتها وتتابع، مش بس تراسل حتى فعلا تتكشف إذا في فصول جريمة. وللطب رأي في هذا الموضوع. البيبي ما بيتحمل عملية بيتحمل عمليات افترضنا رفيق بيطلعوا بيتش عنا أولاد بيخلقوا وبيصير في عنا مثل نوع اتانجلومون للإرنية ساعتها بتعمل أورجانس، أو بالقلب في عنا مشاكل وبنعمل ساعة العملية وبضطر. بس إنه تقدر تفوت بعملية مثل هيك نوع عمليات وتقدر تستقصلي إذا بدك الكبنة اللي بيكون بالسابع شهر كمان مش بكتمل كليا، أو تقدر تشيلي غير أقسام من الجسم وتعطي دون، هذه من المستحيلات. صرخة الأم دوت في تركيا، واليوم جل ما تطلبه مساعدة من السلطات اللبنانية. بدي أعرف بس وين ابني عايش أما ميت يسلموني إياه لأدفنه، عايش يعطوني ابني. فانوس فرحات، قناة الجديد.